وختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. أتقدم بخالص العزاء برقية عزاء باسم الأستاذ الدكتور جمال هلال لحضراتكم جميعا كل من شاركنا العزاء، اسقونا من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. ندعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغ مثل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لوالدنا الحاج مصطفى سالم، وأن يرفعه به الدرجات ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، نعود إلى ساحة القرآن ومسك الختام وعالم الأعلام، قارئ العالم الأول فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، يتفضل المشكور. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفة من مني ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن سود أيحسب الإنسان أن يترك سود ألم يكن طفة من ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس ذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي
سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فجعله سادة وسنقره كفلة إنه يعلم الجهر ما يخفى والذي أخرج فجعله غساء نحوس نقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر Keep.
فذكر ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ما تؤثر من الحياة الدنيا والآخرة خير قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس
القمر إذا بلغ والنهار إذا جلغ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها يغشاها السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم الفاتحة اللهم بسر فاتحة الكتاب وما بها من أسرار سبحانك الله مولانا الملك العزيز الغفار اغفر لوالدنا وراحلنا الحاج مصطفى سالم ذنوبه والأوزار واجعله برفقة سيدنا المصطفى المختار هكذا وصلنا بحمد الله إلى مسك الختام
وتلا علينا بصوته الندي وأدائه الشجي قارئ مصر والعالم الأول فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ العلم والمقيم بالقاهرة. لا فضيلتي جزيل الشكر إلى حضراتكم جميعا. اسم وزارة الداخلية اسم الكابتن علي مصطفى سالم وباسم الأستاذ عماد مصطفى سالم وباسم الأستاذ محمد مصطفى سالم وباسم المهندس عاطف مصطفى سالم والأستاذ سالم مصطفى سالم وباسم الحاج محمد نجاتي والحاج سميح البرجيسي والمهندس ياسين عبد الحكم وباسم الأستاذ محمد أمين جبر وباسم السيد المستشار وباسم السيد المستشار شريف جبر وباسم كل من يتقرب للراحل الكريم بصلة او نسب اسم والدنا الحاج العربي ابو اسماعيل وباسم الشيخ محمد عبد الله جبان والاستاذ محمود عبد الله جبان والحاج محمود ابو جبان اتقدم بجزيل الشكر لحضراتكم باسم برقيه عزاء مقدمه من الاستاذ الدكتور جمال هلال والسيد اللواء عصام بيك ابو المجد نصار. واشكر لحضراتكم كل من شرفنا بواجبه في هذه الليله القرانيه المباركه باسم الاستاذ الدكتور سعيد حسني والاستاذ الدكتور سامح حسني. اتقدم بجزيل الشكر لحضراتكم جميعا. برقيه عزاء مقدمه من الاستاذ الدكتور محمود اسماعيل. اشكر لكم جميعا كل من شاركنا الليلة من السادة العمد والمشايخ ورجال القوات المسلحة المصرية ورجال وزارة الداخلية والسادة اعضاء السلك القضائي بجمهورية مصر العربية. واشكر باسم الحاج محمد السيد متولي صديق الراحل الكريم. واشكر باسم الحاج وليد عبد الرحمن الرفاعي والحاج علي الرفاعي لكل من شرفنا في هذه الليلة القرآنية المباركة. شكر الله لكم جميعا سعيكم باسم العاملين بقطاع البترول بجمهورية مصر العربية ورجال الأعمال. شكر الله لكم جميعا سعيكم. أيها الإخوة المؤمنون من داخل هذا الصرح الكبير شركة الوزير الدولية للحفلات الكبرى والخيم المكيفة المتنقلة عبر المحافظات تحت إدارة رئيس مجلس الإدارة السيد المحاسب محمد نبيل متولي متعهد الحفلات الكبرى بالجمهورية والمقيم بمنزل حيان بالشرقية. الهندسة الصوتية الدولية المتنقلة عبر المحافظات الحاج محمد الخولي وأولاده بالعوزجة مركزه بالشرقية. هندسة الهواء والتصوير الدولية العالمية الأخ الكريم المهندس ناصر صلاح بالزقازيق بالشرقية. خدماتنا الفندقية المتميزة على مستوى الجمهورية المتر السيد الديب بالمحمود شرقية. باسم الأسرة الكريمة برقية عزاء مقدمة من والدنا الحاج عبد الله محمد عكاشة باسم أبنائه. شكر الله لكم جميعا سعيكم وأدعو الله ألا يراكم مكروها في عزيز أبدا. وأخيرا أحمد الله مصليا على خير نبي أرسل وآله الكرام البررة وأصحابه المنتخبين الخيار. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.